بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم ومن عادى أشياعهم ومواليهم. واللعن الدائم على آل خليفة وآل سعود إلى يوم الدين. بداية أشكر المنظمين وأهالي القرية كيف كانت القرية على هذه الفعالية. نحن في شهر الكرامة فبراير مقبلين على عدة فعاليات للائتلاف والجمعيات في هذا الشهر، وعلينا التحشيد لفعاليات والائتلاف في تاريخ 14 فبراير و15 و16 وسنوات. من هالأضراب الكرامة والعودة إلى الميدان، وعلينا الحضور بالفعاليات في كل مكان والمشاركة الواسعة رجال ونساء وأطفال وشباب في كل مكان. ومن هذا المنبر أجدد مقطبا أعوان الشهداء القصاص 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 من القتلة ومنهم رأس النظام. وباسم أهالي الشهداء نوجه دعوة بأسماء لجميع الشعب المشاركة. وفي ختام نشكر هذه القرية